مرحبا بك في عالم وصفات دريم ويب. شرب المهلبية باللوز والكريمة اللذيذة هذه في حفلة عشائك القادمة. لهذه الوصفة ستحتاجين إلى مغلف مسحوق دريم ويب كمكون وهذه المكونات. ابدأي بخلط دقيق الذرة مع قليل من الحليب حتى يصبح القوام سلساً. امزجي كمية الحليب المتبقية مع السكر، اللوز المطحون والهال. قومي بتسخينها على نار هادئة مع التحريك المستمر، ثم أضيفي مزيج دقيق الذرة وتابع التحريك المستمر حتى يدخن. ارفع القدر عن الحرارة وحركيه مع إضافة ماء الورد قبل تغطية سطح السائل بشريحة من نايلون تغلي في الأطعمة. غطس القدر في الماء البارد من أجل التبريد السريع للخليط. في هذه الأثناء قومي بتحضير الدريم ويب للطبقة العلوية حسب الإرشادات على العبوة. قومي بتقليب الكريمة في خليط الحليب برفق، ثم وزع المزيج على أطباق التقديم وضعها في الثلاجة لتبرد. قبل التقديم زينيها بالرمان وشراب المكسرات. ستجدين وصفة المهلبية باللوز والكريمة اللذيذة هذه على صفحتنا في الفيسبوك. انضمي للصفحة لعالم كامل من الوصفات.